وينبت عليه الورق، ولكن نسميه قمع. قمع ينبت في كل قمع، بعضها ثنائي الأشجار وبعضها مفرد وبعضها هذا 12 و11 ورقة. هذا بالنسبة للعشرق. تمام. العشرق شجره تشابه السنة ولا نعرف لها أي فوائد. نعم. واللي ما يعرف السنة ما يفرق بينها. هنا ذا الحين نبدأ في السنة. نعم. هذا السنة، هذا غصن السنة. إيش غصن السنة هنا فيه؟ الثمر. الثمر كان هنا، هذا الثمر. نعم. هذا ثمره بالشكل ذا. تمام. وهذا زهره، زهره عشرقي. وهذا ورقه، الورقه هذا القمع. عد كم عليه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثل ذاك 10. نعم. لكن يقول من 10 إلى 12، انا عديتها فيها قد تبعتها. نعم. وهذا الثمر. الثمر الفرق بينه وبين العشرق ان هذا املس، لا يوجد فيه بروز مره. نعم. ما هنا فيه بروز، وهو نفس الشيء. نرجع للحين للفوائد. نعم. هذا مقارنة بين الشكل. نعم. بس العشرق ما نعرف له فوائد، إلا أن الشجرة